اللي تمر عليه سنة كاملة ولم يذهب إلى زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام. شنو يقول الإمام الباقر عن هذا الشخص؟ يقول منصور بن حازم: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول، يعني الإمام الباقر: من أتى عليه حول، يعني سنة، ولم يأتي قبر الحسين عليه السلام أنقص الله من عمره حولا. أنقص الله من عمره سنة، إيش قد مكتوب لا يعيش، ينقص الله من عمره سنة. ولو قلت إن أحدكم ليموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا، وذلك لأنكم تتركون زيارة الحسين فلا تدعوا زيارته ليمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم، فتنافسوا في زيارته. إش قد ما تقدر تروح للزيارة روح، فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فإن الحسين شاهد لكم في ذلك عند الله وعند رسوله وعند أمير المؤمنين وعند فاطمة. الرواية في كتاب كامل الزيارات. طبعا تختلف المسألة بحسب الاستطاعة وعدم الاستطاعة. طبعا الاستطاعة وعدم الاستطاعة فعلا أن يكون الشخص مثلا غير مستطيع، مو لأغراض واهية أو أغراض مو عقلائية.